مشاهدينا الكرام، نربط الاتصال ايضا مع الاعلامي رضا عباس من يوميه الخبر. رضا، اهلا بك. اهلا وسهلا واهلا بالضيف تاعك الرئيس تاعنا السي محفوظ قرباج. هذه لو نشوفوا ملامح سيد محفوظ قرباج مع المخرج لما قلت له الرئيس تاعنا، لماذا الرئيس تاعنا ويبقى الرئيس تاعنا وما ننساوش الفضل اللي كان عنده في الكره الجزائريه ويبقى عنده فضل وهذا من بين الوجوه لخدمة الكرة الجزائرية. ما نقدر دوك تما اللي فات كاع ماشي مليح، اللي مع الورا قاعد يقتلوه. يزيد الله يطول عمره ان شاء الله. امين 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 يا ربي. امين 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 يا رب. يلا اذا نطرح لك عليك سؤال، وشنو هو الفرق بين الرابطه المحترفه في عهد هذا الرئيس اللي امامنا، الرئيس السابق محفوظ قرباج ورئيس الحالي عبد الكريم دوار؟ والله يا عمر هذا سؤال صعب شوية. دي كل واحد طريقة تاعو، دي كل واحد السياسة تاعو كيفاش يعمل، لكن أعتقد أنه كانت أمور تسير بين قوسين أحسن مما نشاهده حاليا، لأنه اليوم رانا في أزمة صحيحة وأزمة كبيرة وكبيرة جدا. لازم الناس يتحلوا بالشجاعة أولا، ولازم يتحلوا باليقظة، ويتحلوا أيضا بروح المسؤولية، لأنه يا عمر واش رانا واش وصلنا لهذا الأمر هو أننا ما نطبقوش القانون، هو أننا نطبقوا القانون على حساب الوجوه. واليوم أي قرار راح تتخذه راح يتخذه المكتب الفيدرالي راح يكون عنده عواقبه، راح يكون عنده أنصاره، وراح يكون عنده أطراف اللي راح تعارض. نتمنى وإن شاء الله أن الأزمة هذه تخرج بخير، لكن أعتقد أن الأمور ولا الأمور ما راهيش تبشر بالخير، لأنه الكلمة الأولى والأخيرة وما زال ما فصلش فيها وزير الشباب والرياضة. أكيد لا يستطيع أي شخص إرضاء الجميع. خليني نعود لك يا رضا لتصريح رئيس شبيبة القبائل شريف ملال اللي يقول على الرئيس الحالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زوتشي وكذا رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم دوار الاستقالة من منصبهما. هذا رأيه. لماذا في هذا الظرف بالذات يعني بعض الرؤساء ليخرجوا تصريحات مثل هذه؟ هذا هو سؤالي. هذا هو المشكلة الآن. اليوم كل واحد يحضر بالغاء، كل واحد عنده رأي. اليوم كانت كل الأمور تمشي، لكن عندما شافوا باللي وزارة الشباب والرياضة بين قوسين، يعني نقول بين قوسين رايحة تولي للشرعية وش معناتها الشرعية؟ أنه تطبيق القانون في مثل هذه الأمور. اليوم كل واحد يقول لك أنا بدأ خرج من العلن، خرج من الخفاء ومد رأيه علانية. علاش أنا كنت نقول ماشي يعني ما نعرف. استسمحك نقاطعك، يعني نفهم من كلامك بأنه العديد من الرؤساء اليوم يستقواوا بالوزير الحالي سيد علي خالدي. نعطيك مثال واضح هو السي عبد الكريم مدوار. السي عبد الكريم مدوار كشخص نحترموه ويبقى يبقى انه قدم للكره الجزائريه بمساوئه وبايجابياته، لكن علاش خلى حتى تعفنت الامور الى درجه لا رجعة فيها؟ يقول لك انا راني ضد سيستم دو كومبيتيسيون. انت كرابطة لازم تكون اما انك مع هذا الاشياء مع هذا القانون، واما ما نطبقوش القانون، لانه نشف فيك برك انا ولا بالك للجمهور الكروي بالك نساء ولا نشف فيه برك في بداية العهدة تاعو. يا اخي المكتب الفيدرالي دار قانون غير شرعي والناس تكلموا عليه، وانا في هذاك المكان اللي راك فيها عمر تكلمت فيه باني انه حدد انه الاندية ما تجلبش اللاعبين ولا ممنوعة من الانتدابات اذا كان عندها ديون تفوق المليار. وش من قانون هذه؟ ما كان ني في لا فيفا ني في لا كاف ني في اي هيئة اخرى. لكن السي مدوار طبق القانون وكيسالناه قلنا له علاش راك طبق القانون رغم انه هذا القانون ما كاش هذو. قال لك انا المكتب الفيدرالي هو اللي يهدر. انت شفت بدي المكتب الفيدرالي يتخذ قانون غير شرعي وانت مشيت معاه. نسيت لك حاجه واحده اخرى، لو كان غير بقات كما هي الامور، لانه في بدايه الامر
شباب الوجه تعاقب، أندية كبيرة تعاقبت لأسباب ما، لأن المنظومة الكروية راك شفت كيفاش، أنت كاين اللي يمدوا لهم شركات، كاين اللي ما يدوش شركات، كاين مساك اللي تخبطوا في المشاكل كذا. لكن شفنا في الموسم الموالي سي مدوار اسمح لهذه الأندية، السؤال مطروح عليه سمحت لهم، قال لك أنا نقتطع من حقوق البث التلفزيوني ونسمح لهم باش ينتدبوا كيما العام اللي فات، ما قدرتش تقتطع من حقوق البث التلفزيوني، وقلت بلي المكتب الفيدرالي هذا القرار تاعو الشرعي، واليوم كي كاين فيها أمور بين قوسين أنا ما نقدرش نهضر عليها قلت نسمحوا لهم. اليوم لا نطبقوا القانون، لو كان أنا طبقنا القانون بحذافيره سي عمر، أنا نقول بحذافيره وما كان حتى واحد كامل، كله نخطأ، لكن إذا طبقنا القانون ما كناش نوصل لهذا الأمور. اليوم أنت تقول لي بلي نعطيك أنا بلك نخرج شوية عن الموضوع، تقول لي بلي خير الدين زرتشي ما عنده حتى علاقة بالتتويج تاع كأس أمم إفريقيا، أنا نقول لك لا، علاش نحبوا نمحوا التاريخ بطريقة غير موضوعية؟ عنده ضلع في تتويج كأس أمم إفريقيا، يعطيه الصحة، لكن بالمقابل أكيد هذا إجحاف في حق رجل، هذا إجحاف يعني يقول بكل صراحة، بالمقابل ارتكب أخطاء عديدة. اليوم لازمنا نحن نمشو مع المؤسسات ما نمشوش مع الأشخاص، لأنه اليوم هو وزير الشباب والرياضة كان صريح وقال باللي الجمعية العامة العادية في دورة استثنائية ما كاش منها هذه في القانون ما كاش، ويقول باللي الجمعية العامة الاستثنائية هاي الأمور اللي تنعقد عليها، لكن السابق تاعه ولكن الوزير السابق اسمح بهذه الأمور. اليوم رانا حابين هذو رؤساء الاتحادات ولا الاتحادية ولا الوزارة، لازم تكون مؤسسة قائمة، احنا مع المؤسسات. اليوم برناوي يقول لك انا ما عنديش وعندهم الشرعية، اليوم السي خالد يقول لك لا هاو القانون الشرعي يقول هاو شي قانون. اليوم هذه كاع تولينا للجمعية العامة اللي صارت في 17 سبتمبر 2019، وين صدقوا أعضاء الجمعية العامة على نظام منافسة معين، ولو حتى في هذيك الجمعية ما داروش آلية الصعود وآلية السقوط. اليوم رانا في إشكال قانوني. اليوم صح أنا كنت تهضر أنت قبيلة عمر، قلت باللي 86 من أعضاء الجمعية العامة 112 هذا السؤال اللي كنت حاب نطرحه لك رضا. صوتوا آخر 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 سؤال ونعود للضيف الكريم. خلينا نعرف تعليقك على نتائج الاستشارة القانونية اللي تحدث عليها أنا في البداية. مش كانت واضحة يا عمر، كانت واضحة الناس تخدم على المصالح تاعهم. درك أنت أنا أنت اتحاد حراش ورجع يقول لك أنا نهبط، يقول لك ما نهبطش. الناس كاع هذه الاستشارة الكتابية ما عندها حتى سند قانوني، مش غدوة بدك يقول لك أنا الناس ولا هذا استشار أعضاء الجمعية العامة. لكن هل هذا الأمر قانوني؟ اليوم إذا قلنا 86% 86 من أعضاء صوتوا على الخيار الثالث، اليوم نستناو الإعلان الرسمي تاع الاتحاد الجزائري في المكتب الفيدرالي. اليوم هل الوزارة الوصية راح تسمح بهذه الأمور؟ لأنه يا سي عمر اليوم كاين تغييرات كبيرة على نظام المنافسة. اليوم حنا كنا نهضروا عن 18 وكلنا 20، كنا نهضروا على دو جروب دو 16 وكلنا نهضروا على دو جروب دو 18. وما تنساش لتحت راهي الناس راهي يشكوا بالموجة تطلع، كاين فرق اللي تضرت، نعطيك انا فرق، كاين اندية رغاية، كاين اندية بوكاعة، كاين اندية كثير يا رضا. حديث جميل معك، خلينا نعطوا شوية وقت ضيفنا اللي راه في البلاطو. شكرا لك يا رضا على كل هذه الإيضاحات، يلا شكرا لك رضا.